ومن جديد بنرحب فيكم مشاهدينا، واكيد بمهرجان بسم الطفل بنحب نوجه تحيه لكل الاشخاص اللي عم يتعبوا بس ليشوفوا الابتسامه على الاطفال. ما في احلى من بسمه الطفل، لان بسمه الطفل هي الحياه. وهلا مشاهدينا رح وصلنا لثاني حواراتنا لها اليوم، واللي رح نختص بالحديث عن المحكمه العسكريه وما هي الاختلاف بين المحكمه العسكريه والمحكمه الميدانيه. لنتعرف اكثر عن هذه الأسئلة بيسعدنا أنه يكون معنا بالاستديو المحامية ديما علي. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة ديما. أهلا وسهلا، شكرا كثير لكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اليوم موضوع جديد ومختلف عن المرات الثانية والمرات السابقة. خلينا نقول اليوم نحكي عن المحكمة العسكرية والمحكمة المدنية، ما الفرق بيناتهم؟ أول شيء صباح الخير. أول شيء خلينا نحكي شوي عن القضاء العسكري وليش أصدر تشريعات وقوانين جديدة للقضاء العسكري. فضل. نظرا لأهمية القضاء العسكري والجيش والقوات المسلحة بمعظم دول العالم، تم ارتقاء بتشكيل التشريعات والقوانين الناظمة لهذه المؤسسة والتي تحفظ هيبة هذه المؤسسة العسكرية. تم تشكيل المحاكم العسكرية أو القضاء العسكري وفقا لقانون العقوبات العسكري والأصول المحاكمات الجزائية العسكرية وفقا للمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950. حتى الآن ما يزال معمولا به حتى الآن، ويساير إلى حد كبير القانون العقوبات اللبناني، وكلا القانونين السوري واللبناني أخذ من قانون العقوبات الفرنسي صادر بعام 1928. الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني ما في فرق غير بسيط. إذا كان مرتكب الجريمة عسكري ضد مدني يكون الاختصاص للقضاء العسكري، إذا كان مرتكب الجريمة مدني ولكن الجرم واقع على عسكري يكون الاختصاص للقضاء العسكري. ومن ناحية الناحية الجزائية، القضاء العسكري لا يختص بالتعويضات من الجرائم، التعويضات الناتجة عن الجرائم، يختص بس في العقوبات، ويترك التعويضات للبت فيها للقضاء المدني حسب الاختصاص القيمي للمبالغ. ست ديما، هلا متى صدر القانون العسكري السوري؟ حكينا انه بالوفق لقانون العقوبات العسكري بعام 1950، ولهلا لساته معمول فيه. طيب، من يتولى إدارة القضاء العسكري؟ حقيقة هي إدارة غير مستقلة، لأنه هي تابعة إدارة أحد إدارات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، يترأسها وزير الدفاع. جميع ضباطها قابلين للتسريح، للعزل، للنقل. بعد سنتين من قرار وزير الدفاع التابع إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة، هو طبعا رئيس الجمهورية. مهمة هذه الإدارة حفظ الأمن، تطبيق القانون والانضباط. أجاز المشرع السوري كافة مناصب القضاء العسكري لقضاة مدنيين باستثناء منصب وزير الدفاع. لا يحق لأي أحد شغل هذا المنصب سوى أحد ضباط الجيش والقوات المسلحة. أهلا ست ديما، رح ننتقل لقاضي التحقيق العسكري. ما هو تعريف القاضي التحقيق العسكري؟ المشرع لم يضع تعريفا خاصا لقاضي التحقيق، وإنما ممكن أن نقول أنه قاضي مناط به التحقيق بالجنايات والجنح المختصة بالقضاء العسكري، كونه مساعد أحد مساعدي ممثلي النيابة العامة، ويجمع بين قاضي التحقيق والإحالة في نفس الوقت. يجب ألا تكون رتبته العسكرية تقل عن نقيب إذا كان ضابطا، ودرجته القضائية إذا بالدرجة الثالثة إذا كان قاضي مدني، يعني مو عسكري، مدني.
هذا بالنسبة للتعريف، بس التعيين كيف بيتم تعيين قاضي التحقيق بسوريا؟ يتم التعيين حسب أكيد كل محكمة في قاضي أو أكثر حسب الحاجة، ويطبق القانون وفق الأصول المحاكمات الجزائية العسكرية. يتم التعيين من خلال الضباط حائزين على شهادة حقوق منتسبين إلى الجيش، ضباط تخرج من الكلية العسكرية وحائزين على شهادة الحقوق، أيضا قضاة من ملاك وزارة العدل منقولون إلى القضاء العسكري، وكل هؤلاء يتم تعيينهم من قبل وزير الدفاع والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وكلهم قابلين للتسريح والنقل والتجديد. أين توجد المحاكم العسكرية في سوريا؟ يوجد محكمة عسكرية، ثلاث محاكم عسكرية في دمشق، يتبع لها دمشق وريف دمشق والمناطق الجنوبية، أتوقع فيها خمس قضاة تحقيق. يوجد أيضا محكمة عسكرية في حلب، يوجد فيها أربع قضاة تحقيق تابعة لها أدلب والمناطق الشرقية. أيضا في محكمة عسكرية بحمص تابعة لها حمص واللاذقية طرطوس وحماة، يوجد لديها أربع قضاة تحقيق. في اللاذقية لا يوجد محكمة عسكرية للأسف، ومنذ فترة طويلة صدر مرسوم بتشكيل محكمتين عسكريات، واحدة منهم باللاذقية والأخرى بدير الزور، وحتى الآن لم يتم تشكيل المحكمة العسكرية. شو السبب؟ الظروف الحالية للبلد ممكن تأخر تشكيل هذه المحكمة، ولكن ضروري وجود محكمة عسكرية، لأنه هون ما في يوجد في قضاء فرد عسكري يختص بالجناح الذي يقوم بها المخالفات ويقوم بها صف الضابط والعناصر الجيش. الضابط هون إذا ارتكب مخالفة سير بسيطة الاختصاص يكون للمحكمة العسكرية، الأضبارة كلها بدها تروح على حمص. حمص لأن اللاذقية تابعة لحمص. اللاذقية تابعة لحمص، ممكن قاضي بس قاضي فرد عسكري مختص بصف الضباط وليس بالضباط. طيب هلا نحن بوقت حرب وبأزمة عم نمر فيها، ممكن يكون في محكمة خلينا نقول محكمة عسكرية ميدانية، وكيف ممكن تقام؟ بحالات الحرب الإجراءات نفسها المحاكم، الإجراءات التقاضي والعقاب في الحرب والسلم نفس الشيء، ما بيتغير ممكن لا موقع أو كذا أو الشيء. يعني بيقوموا بمحكمة يعني بمنطقة فلانية ممكن لا تغير الشيء. أو شيء لا أنه في بثلاث انه حمص حلب تبقى ثابتة وتضل ثابتة، في قاضي فرد عسكري مثلا باللاذقية في اثنين بس قلت لك الضباط بتروح المحاكم، انه النيابة العامة بتروح على حمص لحتى درد. هاي في اشكال بهذا الموضوع، ممكن يبعثوا الاضبارة لحمص ممكن بالبريد، ممكن تضل شهرين ثلاثة اربعة لحتى توصل لهون. اخلاءات السبيل المحامي او الشخص اللي بيروح على حمص بيقدم اخلاء سبيل وبيرد يرجع. هلا الدعوة اللي بتصل لقادة التحقيق العسكري، كيف يتم اتصال قادة التحقيق العسكري بالدعوة اللي توصل له؟ عن طريق عدة طرق، من بين هذه الطرق ادعاء النيابة العامة العسكري لديه للجرم المنسوب للمدعى عليه، أيضا بتخلي قاضي تحقيق آخر له بالنظر بدعوى عامة، أيضا ممكن أن يتصل بالدعوى في حال الجناية المشهودة، والجناية المشهودة أو الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد أثناء ارتكابه أو عند انتهاء ارتكابه. أيضا يتم بتخلي قاضي الفرد العسكري، هلأ نحن حكينا أنه قاضي الفرد العسكري بيتخلى عن الدعوى إذا كان مرتكب الجنحة أو المخالفة هو ضابط، وبعدين القاضي فرد العسكري مختص بالجنح والمخالفات، أما الجناية والجنح الغامضة تختص فيها القاضي التحقيق والمحكمة العسكرية. طيب بدنا نفصل أكثر باختصاصات قاضي التحقيق العسكري بالدعوى، يعني شو الاختصاصات اللي ممكن هو ياخذها؟ يختص بكافة الجنايات والجنح التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، أيضا في حال أنه كان سواء كان مرتكبها عسكري أو مدني، إذا كان المرتكب الجرم عسكري يكون الاختصاص للقضاء العسكري، إذا كان الجرم واقع
على عسكري وكان مرتكب الجريمة مدني أيضا على قضاء يعني عسكري. يعني كل ما يخص العسكري سواء يعني هو اعتدى أو حدا اعتدى عليه طبعاً يختص به. حتى كمان أنه يختص بنظر بالمخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل عناصر تحرير ضباط الجيش الفلسطيني المتمركز في سوريا. بما أنه هلأ حكينا عن الدعاوى وكيفية إيصالة لقاضي التحقيق العسكري، في حال وصلت دعوة لقاضي التحقيق العسكري هل بإمكانه أنه يتخلى عن هذه الدعوة بغض نظر عن هذه الدعوة؟ بيقدر أنه يتخلى قاضي تحقيق العسكري عن الدعوة لقاضي تحقيق عسكري آخر في حال وجود مانع قانوني. دأب القضاة بتسمية هذه الحالة هي إحالة النظر لقاضي تحقيق، ويكون المانع القانوني عندما يرى قاضي التحقيق أحد المدعى عليهم يحمل رتبة أعلى من رتبة قاضي التحقيق. هون بهالحالة بيتخلى عن الدعوة أو بحيلة للملف التحقيقي لقاضي تحقيق آخر أعلى رتبة منه. أعلى طبعا. بس هي لا تشمل، لا يقوم المانع القانوني في حال سماع الشهود. يعني إذا شاهد من الشهود يحمل رتبة أعلى من قاضي التحقيق لا يكون هنالك مانع قانوني. طيب احنا بنعرف كثير حالات بتصير الدعوة بس المدعى عليه ما بيكون موجود، طيب شو هي الوسائل القانونية لقاضي التحقيق العسكري لحتى يجيب ويكون حاضر هذا المدعى عليه؟ أول شيء بدنا نفصل أنه كل الإجراءات اللي بيقوم فيها قاضي التحقيق حتى لو كان المدعى عليه ما هو موجود تعتبر صحيحة. قد يكون المدعى عليه متورنا عن الأنظار، تواري المدعى عليه عن الأنظار لا يقف حائلا بين قاضي التحقيق والإجراءات التحقيقية المتخذة، ولكن القاضي التحقيق اتخذ كافة الوسائل لتأمين حضور المدعى عليه، مثل مذكرة الدعوة، تبلغ مذكرة الدعوة من قبل رؤساء المدعى عليه بالشرطة العسكرية إذا كان عسكريا والشرطة المدنية إذا كان مدنيا، كمان مذكرة أحضار. هذه الوسائل القانونية بتختلف عن الطريقة مثل المدعي العام؟ لا طبعا، هي أول شيء لحتى يجي يمتثل أمام القاضي فأنه دعوة الوسائل القانونية في حال ما مذكرة دعوة مذكرة أحضار بحقه، في حال ما إجا بمذكرة الأحضار بيصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية. إذا كانت يصدر بحقه مذكرة حبس غيابي، إذا كانت الجرم المسند للمدعى عليه يعاقب عليه بعقوبة، ولكن كل هذه الإجراءات بعد استطلاع رأي النيابة العامة العسكرية. هلأ تحدثنا عن الوسائل القانونية، بدنا نتحدث عن طريقة مثول المدعي عليه أمام قاضي التحقيق. هلأ عندما يمثل المدعي عليه أمام قاضي التحقيق يجب التأكد من هويته، أخذ مفصل هويته وتثبيته في محضر تحقيقي، وضعه العائلي، مكان إقامته، وأيضا يدون على المحضر التحقيقي اسم القاضي واسم الكاتب، ويقوم بهذه الإجراءات. القاضي التحقيقي يوجه له الأسئلة والجرم المنسوب له وينبهه أنه يحق له ألا يجيب على أي سؤال إلا بحضور محامي، ويجب تدوين هذا التنبيه في المحضر التحقيقي. أيضا تاريخ مسؤوله للمدعى عليه ضروري أنه يتثبت بالمحضر، وتحت طائلة البطلان. في حال أنه ما تنوه على التنبيه بيكون تحت طائلة البطلان. بس إلا بجرائم تنتين ما بيصير أنه يطلب المدعى عليه المحامي، هو بالتهريب والخيانة والتجسس. لا يسمح له بطلب محامي أمام قاضي التحقيق العسكري. هلا هذا بالنسبه للمدعى عليه. هلا بدنا نبقى بالمدعى عليه وبدنا نستجوبه، كيف بيتم استجواب المدعى عليه؟ يعتبر وسيله من وسائل الدفاع، انه المدعى عليه بيدافع عن تتوجه التهم اليه، وهو بحق له انه يطلب محامي. ويحق لأطراف الدعوة حضور كل جلسات التحقيق من المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال.
وفي كل الأحوال القاضي التحقيق هو الذي يضع التحقيق بالمكان المناسب، وممكن له أن يقوم بتحقيق بغياب الأشخاص المذكورين إذا اقتضى ذلك سرية التحقيق والضرورة القصوى، لكن ممثل النيابة يجب أن يكون موجودا في التحقيق ولكن دون التدخل بفحوى التحقيق، وذلك من أجل لا يشكل خرقا في القانون. التحقيق وليبعد المدعي عليه عن الخوف والرهبة، ولا يحق للمدعي عليه إلا طلب محامي واحد أمام قاضي التحقيق، ولا يستطيع المحامي أن يتكلم إلا بإذن القاضي. في حال ترك هذا المحامي المدعى عليه، ما بيحق له يجيب محامي ثاني في حال هو ترك الدعوة؟ نحن عم نحكي عن قاضي التحقيق أثناء التحقيق، بعد حتى ممكن المدعى عليه أنه ما يقدر أو يرفض تعيين محامي، بس بالمراحل الثانية بعين محامي. ممكن المحامي يتعذر وجوده أثناء التحقيق، فالقاضي التحقيق بيستجوبه للمدعي عليه خلال 24 ساعة، هذا ما بيأثر. بعد هيك انه بالمراحل اللاحقة المدعي عليه هو حر انه محامي ولا محامي. ممكن المدعي عليه يطلب من قاضي التحقيق توكيل محامي بالنيابة عنه، قاضي التحقيق يوكل هذه المهمة لنقيب المحاميين إذا كان مجلس النقابي موجود في مركزه. طيب كيف يتم إخلاء السبيل الصادر من قبل قاضي التحقيق العسكري؟ صراحة الإخلاء السبيل هي سلطة جوازية لقاضي التحقيق العسكري، ولكن المشرع أجاز له أو أوجب له إخلاء سبيل على سبيل الاستثناء، إخلاء سبيل بعد المدعى عليه بعد استجوابه بخمسة أيام إذا كانت العقوبة، الحد الأقصى للعقوبة هي سنة. نعم. طيب شو هي القرارات يلي ممكن يصدرها قاضي التحقيق العسكري؟ يعني نحن جبنا المدعى عليه، حصلنا عليه، استجوبنا، وبعدين بده يتخذ قرارات، شو هي القرارات؟ القرارات اكيد بيتخذها بنهاية الدعوة. القرارات هو عدم الاختصاص، يرى انه الجرم ليس من اختصاص القضاء العسكري، منع المحاكمة لانه يرى انه الجرم المنسوب للمدعى عليه لا يشكل جرما، أو لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانته. بس منع المحاكمة بعدم توفر الدليل ليس نهائي، ليس قرار نهائي. يستطيع القاضي وضع يده على الدعوة مرة أخرى إذا نوجد أدلة أخرى، أي أنه منع المحاكمة ليس له صورة القضية المقضية. كمان قرار الظن، عندما يرى القاضي أنه أن المدعى عليه يشكل جرما جنحيا أو جنائيا، يحيل المدعى عليه إلى قاضي فرد عسكري أو إلى المحكمة العسكرية، وهون قراره قطعي. كمان في قرار الاتهام، نحن حكينا قبل شوي أنه قاضي التحقيق هو قاضي تحقيق وإحالة، لما يرى أن الجريمة تشكل جناية يصدر قرار بإحالة المدعي عليه إلى محكمة الجنايات العسكرية، المحكمة العسكرية. سيدي ما، بما أنه تحدثنا عن القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري، كيف يتم الطعن بهذه القرارات؟ صراحة أنه قرارات الطعن بقاضي قرار قاضي الفرد قاضي التحقيق العسكري لا يمكن الرجوع عليها، ولكن وضع استثناءات المشرع وهي قرارات إخلاء السبيل، قرارات منع المحاكمة. هون يحق للنيابة العامة فقط هي بالطعن بالنقد، مو الطعن بالنقد بس. في قرارات لزوم المحاكمة، النيابة العامة تطعن والمدعى عليه يطعن بالقرار. مدة الطعن هي خمسة أيام، تسري بحق النيابة العامة بتاريخ إيداع القرار للمشاهدة بحق المدعى عليه المتهم باليوم اليلي تاريخ تبليغ القرار. طيب هلا نحن كثير بنسمع انه فلان مدعى عليه كان بالمحكمه ومحبوس بس طلع بكفاله،
هذا الشيء بيصير بالمحكمة العسكرية؟ طبعا هي إخلاءات السبيل، بيكون الجرم انه هلأ نحكينا انه نحن اذا كان الجرم الحد الأقصى سنة، ممكن بعد الاستجواب 5 أيام، بعدين التوقيف هو توقيف احتياطي وليس بعقوبة، هو تدبير احترازي وليس عقوبة. ممكن انه يضل 5 أيام، أسبوع، 10 أيام بالسجن، يطلع بس يدفع كفالة ويضل بالمنطقة له موطن محدد، انه عدم السفر برا القطر لأنه محاكمته تجرى. ممكن القاضي بعد ما يخلي سبيلي ممكن يرد يوقفه احتياطيا. هلأ وقت اللي بنقول محكمة عسكرية، يعني هي خاصة بالعسكريين ولا في أشخاص بتلجأ هيدي لهيدي المحكمة؟ لا، خاصة بالعسكريين قلت لك، ولا اللي بيكون بيرتكب جرائم على عسكريين كمان. متى نلجأ للمحكمة العسكرية؟ العسكرية إذا كان الأشخاص المرتكبين الجرائم عسكريين، أو إذا كان الواقع عليه الجرم هو كمان عسكري. هلأ في حال مثلا ضابط صار معه مشكلة ومثل لمحكمة عسكرية، طيب شو هي العقوبات بحق هذا الضابط؟ العقوبات نفسها هي بأنه مثلا أنه حسب الجرم ممكن 3 أشهر إذا مخالفة، 10 أيام. هلأ مثلا بتخفض من ترفيعته مثلا؟ هيدا بقى بيجي للقاضي، القاضي ممكن يحرمه من الترفيع، الترفيع ممكن، أيوة. ممكن يسرحه تسريح من الجيش حسب الجرم اللي قايم فيه. أي طبعا. طب هلا سؤالنا الاخير لك ديما، انه وقت الحرب يا ترى بيتغير نظام عملها لهي المحكمه لا ابدا العسكريه نهائيا؟ وقت الحرب وقت السلم، وقت السلم انه هيك القوانين موجوده سواء بالحرب ولا بالسلم. طيب هلا بدنا نتحدث عن المحاكم الميدانيه وقوانينها، نتحدث شوي عنها. قوانين الميدانيه أيوة. اثناء الحرب او مثلا شو بتختلف شو بتختلف عن المحاكم العسكريه؟ مو الميدانيه، المدنيه. المدنيه المدنيه اكيد المدنيه بتختلف، مثل ما قلت لك انه القضاء العسكري يختص بس بالامور الجزائيه بالعقوبه فقط، لا يختص بأمور التعويضات الناتجة عن الجرم. أما القضاء المدني ممكن القضاء الجزائي يبحث في أمور التعويضات والمال. طيب هلأ بنهاية لقائنا لإلك، يعني شو ممكن تقولي للناس؟ يعني الناس كتير بتتعرض لقصص وقضايا خصوصا ما يهم العسكري، يعني شو بتوجهي لهم؟ أول شيء بقول الرحمة والنور لشهداء الجيش العربي السوري الذي نصنع من أحذيتهم الكرامة والشرف. نحن هلأ بوضع استثنائي بس نصبر على بعض. هلأ بس في أي شخص بيكون له مشكلة مع عسكري أو حدا ضار أو احتياط، ممكن يقول انه محكمة عسكرية، انه بسرعة انه بيعرف هي بهي القطعة الفلانية او بالمكان الفلاني، انه مشان يأذي للعسكري او للي بيكون احتياط بروح بيقدم الادعاء امام المحكمة العسكرية من باب الايذاء فقط. فبتمنى انا على الناس اللي يصبروا شوي، على الناس حاجة انه تاركين بيوتهم واهاليهم وراحوا عم يحاربوا كرمال نحن نعيش. أكيد. بدنا نتشكر وجودك معنا المحامية ديما علي، وإن شاء الله بنستضيفك بحلقات تانية وبنتناول مواضيع تانية بتهم المجتمع وبتهم مشاهدينا. أهلا وسهلا فيكي وشكرا كتير لهي المعلومات القيمة. يمكن الناس في كتير تفاصيل نحن ما بنعرفها بس أخذناها اليوم من حضرتك. شكرا، نورتي علينا وأهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. كلك ذوق، صباح النور.